تعالوا نقول المقادير على طول. هحتاج 3 شرايح صدور دجاج متقطعه مكعبات، هحتاج ملح وفلفل اسود وثوم مفروم ومعلقه كبيره نشا ومعلقه عسل ابيض وثلث كوب صويا صوص، وكمان هحتاج سمسم، بصل جوليان، فلفل الوان جوليان، زهرات البروكلي الحلوه التحفه دي، وللتقديم بقى رز ابيض، وهحط على الوش كده ايه شويه بصل اخضر. تاني مقدرنا سهله قوي، الصوص الترياكي يعني صوص لامع، انا النهارده هعمله مش هشتريه، هو بيتباع طبعا بس انا النهارده هعمله. 3 شرايح صدور دجاج متقطعه مكعبات، ملح فلفل اسود ثوم مفروم، معلقه كبيره نشا، معلقه عسل ابيض، وتلت كوبايه صويا صوص فاتح ماشي، وبذور السمسم اللي هو السمسم العادي بتاعنا، وفلفل الوان جوليان، وزهرات البروكلي، وكمان بصل اخضر. اول حاجه بسخن عندي دايما الوجبه بتاعتي دي اول حاجه خلاص، وبجيب السكينه الحلوه بتاعتي، وبجيب الفراخ كمان اهي، وطبعا زي ما اتفقنا اهم حاجه اني انشف الفراخ بتاعتي قبل ما انزلها وقبل ما اتبلها في الطاسه. ليه؟ لان ده بيخليها اولا تستقبل اي توابل هحطها فيها وتثبت فيها، ثانيا ما بيخليهاش عندي تلزق ابدا فين في الطاسه. الناس بتشتكي ان الحاجه بتلزق، لا نشفيها كويس جدا اهي خلاص. ونقول الو يا ماريان. الو، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، ازيك يا فيزا؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، انتي اخبارك؟ الحمد لله تمام، انا اول مره اكلمك بس متابعاكي. يا حبيبتي نورتيني، بتكلميني منين بقى؟ من اسكندريه. اه احلى ناس، ناس اسكندريه، انا معزومه اليومين دول بكثرة يا جماعه ان انا اجي لكم. يعني مش عايزه اقول لكم، يعملني يقولي تعالي تعالي قبل الشتاء، بس خلاص نويت نويت ان انا اجي لكم والله. تنوري يا بيبي حبيبتي، ربنا يخليك. قولي لي بقى ان انت اول مره تكلميني، عملتي ايه بقى من وصفاتي؟ انا عملت التورته تجنن امبارح يا حبيبتي. بجد عجبتك؟ كان عندكم عيد ميلاد؟ لا ما كانش عيد ميلاد، انا كنت معمده ابني امبارح. اه يا حبيبتي الف مبروك وعقبال فرحه. الله يبارك فيكي، تسلمي. جت عملتها امبارح تحفه. الله، بس بقى شلت مكون من اللي انت حاطاه لان ما كانش متوفر عندي. مش مشكله، مش في التزيين؟ لا، في كريمه الخفق شلتها وحطيت بدلها كريم شانتيه لان ما كانش مشكلة. موجود. مش مشكله، حلو. ما انا قلت بس كمان كانت طالعه تجنن بجد. الله، اول مره اعملها، انا بعملها على طول بس ما بتطلعش بالطريقه دي. الله، عملتها بقى بطريقتك تحفه بجد. بجد برافو عليكي والف مبروك يا حبيبتي، وعبال ما تفرحي بيه يا رب. الله يبارك فيكي، ربنا يخليك. طب مش عايزه اي وصفه قريب مثلا نعملها؟ ادينا افكار بقى يا مريم بقى، هو كله عليا كده. انا بشرتي بس لما اجي احط ميك اب كده من خدودي كده من فوق، فالميك اب بينزل في خطوط كده، بتبقى الميك اب محطوط في خطوط وفي اماكن ما فيهاش. اه زي ما تقولي بيقطع على وشك. طيب مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه انتوا ليه معتبرين يعني ماشي، بس انا هقول لك يا مريم. نثق فيك يا يا حبيبتي، ربنا يخليكي والله، تسلمي لي يا غاليه. طيب هحط زيت بس واحط الفراخ وهقول لك يا مريم، نورتيني يا حبيبتي. بصوا انا دلوقتي اهو حطيت شويه زيت، هوب هحط الفراخ بتاعتي اهي طبعا على نار عاليه اهو ماشي، وابدا اوزعها عشان بس تلحق تستوي معايا، وهرد على مريم. شايفين اهو، عايزة اقول لكم ان هنا بيقولوا لي ليه ريحة ال اي لحمة او فراخ بتحطيها على الاكل ولسه ما بتكونيش حطيتي اي حاجة، ليه الريحة بتبقى حلوة؟ يعني حطيتيش توابل ولا اي حاجة، في ريحة حلوة، يعني في ريحة حلوة ليه بقى؟ اولا انا ما بغسلش اللحمة زي ما اتفقنا، الفراخ كمان لو متقطعة بالشكل ده ما بغسلهاش، مجرد نزولها يا جماعة في الطاسه عندنا تمام جدا. انا ببقى واثقه انا شاريها منين وشاريها ازاي والايد اللي مسكتها، خصوصا هي لو فيها اي حاجه بعد ما بنزلها في الصدمه والنار دي كلها، اي حاجه فيها بتموت.
فانا بحتفظ بالطعم والعصاره بتاعتها عشان كده بتبقى ريحتها حلوه وانا لسه ما عملتش اي حاجه. طيب هحط شويه ملح شويه فلفل اسود ماشي، وكمان ايه هحط شويه الثوم بتوعي اهو كلها في حله واحده، احنا اتفقنا احنا مش هنبهدل نفسنا خالص، طاسه واحده. طب بصي بقى يا مريم، اولا انت لازم تعرفي بشرتك ايه، هي جافه هي دهنيه هي عاديه، على الاساس ده انت محتاجه ان انت تستخدمي حاجات ترطبي بيها بشرتك خلاص، على الاساس ده كمان قبل لازم تحضري بشرتك قبل ان انت تحطي اي مكياج. لازم وانت بتحطي المكياج على وشك بتبقي فاهمه الكريم اللي انت حطيتيه ده مناسب لبشرتك ولا لا، يعني ممكن تكوني انت بشرتك دهنيه وراح تحطي بشره جافه حاجه للبشره الجافه، لا انت بتبقي لازم عارفه بشرتك ايه اللي بيناسبها. كمان في درجه للتون، موضوع كبير جدا، في كمان درجه للتون بتعرفي بيها ايه اللي مناسب لبشرتك، علشان زي ما انت بتقولي كريم الاساس ما يأكسدش ويقطع. وانت بتحطي كمان الكريم الاساس لازم توزعيه كويس خلاص، وبيبقى معانا كده سفنجه بتقعدي تطبطبي على وشك كتير بيها، الطبطبه دي بتخلي الكريم الاساس بيتوزع قوي قوي قوي. وبعدين بتروحي حاطه البودره بقى، سواء كانت ترانسبارو اللي هي شفافه او بلون بشرتك، المهم لازم تحطي بعد كده عليه كمان بودره، لان ده كله ماشي محتاج ان هو بعد ما بتطبطبيه كويس قوي وبتوزعيه محتاج ان هو يثبت بالباودر، الباودر مهمه جدا جدا جدا. بس كده، ويا رب اكون عرفت افيدك. واي حاجه، انا طبعا يا جماعه لا ادعي اني خبيبه التجميل انا ست عاديه جدا بس بحب اهتم ببشرتي وبعرف احط مكياج حلو جدا، طبعا لا يعلى على المكيير بتاعنا اسبونج، يعني انا باجي عنده وبقول له ايه يا عم لا انا ماليش دعوه، انت طبعا ايه يعني بتفهم اكتر طبعا. طيب يا استاذ حسين، يا مساء الفل، الريحه الجنه نشيف والله. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. طمني عليكم. والله الحمد لله، والله الحمد لله عدت على خير كده في بعض المناطق، الامطار والسيول اللي حصلت دي. طب الحمد لله يا رب، ربنا يحمي مصر يا رب ويحمي كل اهلها. امين، دعواتك والله يا شيف والله، ودعوات الناس كلها والله لاهل اسوان والله. صدقني اول ما شفت اللي حصل بقى في دماغي كل ناس اسوان واستاذ حسين. الله يبارك لك والله يا شيف، ربنا بيحرمنا منك والله، الله يخليك. ربنا يخليك يا استاذ حسين، ربنا يخليك. تسلم والله يا شيف وتسلم ايدك والله، حلقة امبارح كانت جميلة جدا والله، الفطيرة اللي شالتك من ام رحمة ده يعني كان حاجة يعني منتهى الجمال. هم ناس جميلة وروحهم كانت ظاهرة على الشاشة وانا اتبسطت جدا بيهم وبمعرفتهم والله. فعلا والله احنا اتبسطنا واستمتعنا بالحلقة والله واستفدنا منها كثير والله يا شيف. ربنا يخليك يا استاذ حسين، دايما كده، دايما اكون عند حسن ظنكم والله. الله يخليك، ربنا يوفقك دايما يا شيف، شكرا. ربنا يخليك يا استاذ حسين، نورتني، شكرا. طيب بصوا انا عملت ايه، الفراخ عندي اهي اخدت لون من ولا حاجه، انا بس حطيت لها ملح وفلفل اسود وايه والثوم. اجي عندي بقى هنا بصوا، انا بحط العسل بتاعي على ايه الصويا صوص وبقلبه كويس جدا خلاص، لاني انا عايزه ايه، انا عايزه اعمل صوص ترياكي، الصوص الترياكي ده يعني صوص لامع خلاص، هيلمع ازاي وبيبقى جليز كده، جليز يعني بيلمع وبيبقى تقيل سنه، هتقله بايه، بالنشا في شويه ميه ماشي، و ماشي واقول الو يا ام طارق. يا حبيبتي. يا حبيبتي انت. انا زعلانه من امبارح، امبارح حاولت اخش والله ما عرفتش. حقك عليا وحياتك، المكالمات كانت كتيره جدا وانت شفتي ان الوقت كان ضيق قوي قوي قوي، وانا كنت نفسي اخد الهديه يا بيبي. هبعت لك بس كده، يا سلام.
حبيبتي من اول ما بدات عماله رن هي ما طلعتش بره عيله كل يوم اكله مدام سميره راحت لها يلا بالف هنا وشفا ليها بالف هنا وشفا حبيبتي ربنا يخليك ربنا يسعدك والله العظيم. وانا لما عرفت برضو السيول اللي في اسوان دي الصوت بعيد قوي كنت قلقانه برضو على الاستاذ حسين واسرته الحمد لله عدت على خير يا رب والله ربنا يخليك انا اهو اطمنت عليه اول ما قلت لهم اه طبعا لازم يطمن الحمد لله طبعا ما احنا عيلة يا فيفا والله انتوا احلى احنا ناس احنا عيلة والله بجد ربنا يخليكم ليا والله انتوا احلى ناس ده انت اليومين اللي بتقعدي فيهم دول بتوحشينا والله العظيم يا حبيبتي يا غالية ربنا يخليكي ربنا يخليكي وانتوا بتوحشوني جدا يا حبيبتي ربنا يخليك يا ام طارق والله وحقك عليا فعلا ان انتوا في ناس كتير قوي يا جماعة اتصلت امبارح بس احنا فعلا كان عندنا ضغط مكالمات بناخدها كلها بس ما كناش بندخلهم هوا لان انا كنت عايزه افيد الناس جدا جدا واعرفهم الفطير بيتعمل ازاي. امبارح جوزي كان بيقول لي ايه عرفتي بقى الفطير الشرقي بيتعمل ازاي؟ قلت له اه يعني قال لي لما انا عرفت هو ايه اللي اه يعني؟ لا فعلا طريقتها سهله جدا وهم ناس لذيذه قوي وما كانوش بيبخلوا علينا باي حاجه. نورتيني يا ام طارق. بصوا انا حطيت البصل بعد ما اتاكدت ان الفراخ استوت وحطيت عليه فلفل الالوان شايفين يا جماعه اهو على جنب بدبلهم شويه اهو خلاص وبعدين يدبلوا كده حبه صغيرين ونتقابل بعد الفاصل. استنى شوفوا رغم اني مش حاطه حاجه الا ان ريحتها حلوه جدا يعني لسه ما عملتلهاش صوص وبصوا لونها عامل ازاي. اجي هنا بقى واروح حاطه الصوص اللي انا عملته اهو يلا 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 شايفين شايفين بقى لونها بقى عامل ازاي. وبعدين اجي هنا ثانيه واحده بصوا بقى قطشت ازاي اجي هنا بقى واروح عامله ايه اروح حاطه معلقه النشا وحط عليها ايه شويه ميه عايزه اسعد شويه ميه بعد اذنك ادي معلقه النشا عندي وحط عليها ايه شويه ميه ليه بقى انا عايزه يديني صوص بصوا لونها شفتي بقى ماشي بصوا بقى لونها عامل ازاي ولا طعمها بقى خلوا بالكم انا حطيت شويه ملح صغيرين جدا اهو عندي الميه على النشا اهي واقلبها بعد ما حطيت الصوص خلاص خلاص ده وده ماشي واروح حطها اهي ماشي هتديني بقى ايه صوص بقى كده عليها حكايه. امال فين البروكلي؟ البروكلي بحب احطه بقى في الاخر. طب البروكلي ده انا عملت فيه ايه يا جماعه؟ البروكلي ده كل اللي عملته فيه ان انا شايفين بقى اللون شايفين القوام عامل ازاي اه هو بيبقى كده ده الصوص الترياكي بقى شايفين اهو بس كده احط شويه الميه دي كمان خلاص اجي بقى هنا اجي بقى هنا وخلاص هي كده استوت عندي احط بقى ايه زهرات البروكلي اللي انا عملت فيه ايه اللي انا نزلته في ميه سخنه وبعدين شلته وحطيته ميه سخنه بتغلي 3 دقايق كده وبعدين رحت حطاه في ميه ساقعه جدا بتلج علشان يبدا ويفضل محتفظ بايه بلونه. بصوا بقى خلى عندي ايه ده ايه ده حكايه ماشي تحفه والله يعني مش لاقي حاجه تانية احط فيه. وبعدين عندي هنا شويه سمسم احطه وكمان شويه بصل اخضر حلوين كده بيدوا طعم تاني كمان. هناكل الاكله الحلوه دي مع ايه يا جماعه؟
ماشي. كل اولا دي تتقسم على 3، دي تتقسم على 3، خلاص. هحطها بقى جنب ايه، 4 معالق رز، 6 معالق رز، حسب ايه السعرات بتاعتنا. بس هو ما بيزيدش باي حال من الاحوال عن 6 معالق رز، ما بيزيدش. نقدم طبقنا ونقول احلى اهدأنا. اخد معايا وقت، عملت حاجه سويتها من الالف للياء معايا.